كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، بسعد باللقاء معاكم من خلال شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري تلفزيون الشعب عبر برنامج حديث الساعة. في الحقيقة قبل ما أتكلم على موضوع الليلة وأرحب بضيفي الكريم في الاستوديو، كلمتين عاوز أقولهم بسرعة. منذ صدور الحكم في قضية القرن أمس وتبارى بعض الإعلاميين، طبعا بقول البعض وليس الكل إن التعميم خطأ في أي شيء، وضيوفهم الكرام في التعليق على أحكام القضاء. والغريب واللي بيصير الاندهاش أنهم قبل ما يتكلموا يقولوا لا، هم نفسهم بيقولوا إحنا ما بنعلقش على أحكام القضاء، الحكم عنوان الحقيقة، ثم يبدأ التعليق وليس التعليق فقط ولكن النقد والتجريح. يا سادة، أحكام القضاء لا تعليق عليها، أي دولة بتسعى للتقدم بتحترم قضاءها. السيد رئيس الجمهورية اليوم تصريح من رئاسة الجمهورية أنه لا تعليق على أحكام القضاء. الغريب أن في عادة غريبة جدا بدأت يعني تيجي لمجتمعنا في الفترة الأخيرة، عندما يتهم أي شخص في جنحة أو جناية، أي شخص وخاصة لو كان شخص عام، في خلال فترة محاكمته تلوك الألسنة ويتم التجريح في شخصيته وفي أسرته، وبعد صدور الحكم لا أحد يتحدث. هل الصمت هو الغالب؟ ياريت الصمت، ولكن يبدأ التبرير للهجوم السابق. شيء غريب جدا على مجتمعنا، أتمنى أن نتخلص منه، وأتمنى أن كل الإخوة الإعلاميين يتحلوا بالمهنية ويبعدوا الأهواء الشخصية والمصالح عندما يخاطبوا المواطن المصري الكريم. الغريب أيضا أن بعض دعاة هدم الدولة المصرية بيحاولوا يبتزوا رئاسة الجمهورية ويزايدوا على رئيس الجمهورية، وبيحاولوا الربط بين السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبين الحكم أمس. مال رئيس الجمهورية ومال حكم أمس، ألا يوجد عندنا قضاء شامخ مستقل؟ وإذا كان الحكم صدر بالإدانة كنا هنربط برضو. ارفعوا أيديكم عن القضاء، ارفعوا أيديكم عن السيد رئيس الجمهورية، احنا عاوزين نبني البلد، عاوزين نلم الشمل، مش عاوزين التفرقة. يا دعاة بس الفتنة في المجتمع المصري، وانتوا عارفين نفسكم واحد واحد، وأقصد بعض الإعلاميين اللي بيطلوا علينا من الفضائيات. احترموا الشعب المصري، لأن احترامكم لأنفسكم سقطوا في أعين الشعب المصري. واللي بيقول ويتباكى على حقوق الشهداء، مين اللي قتل الشهداء؟ طيب كل الاحترام للشهداء، نحتسبهم شهداء، لأن الشهادة ومن يقدر الشهداء هو الله عز وجل. طب أين شهداء الجيش والشرطة؟ لسه يوم الجمعة في عميد من الجيش المصري الشريف يغتال، محدش تحدث عنهم؟ نتحدث عن الشهداء بشكل عام، ولكن لا نجنب شهداء الجيش والشرطة، لأن دول على الرؤوس وداخل القلوب. أدعو كل من يشكك ويقول من قتل الشهداء أن يستمع إلى مرافعة النيابة البليغة في قضية هروب السجناء المعروفة إعلاميا باسم وادي النطرون. مين اللي هرب سامي شهاب؟ حزب الله. مين اللي هرب أيمن نوفل؟ مين اللي فتح السجون؟ هتعرفوا مين اللي قتل المتظاهرين، تعرفوا دم الشهداء عند مين بالظبط. معلش أنا طولت على حضراتكم، ولكن الصدر مليء بالشجون مما يحدث ومما يراد بهذه البلد من تفتيت، ولكنها في رباط إلى يوم الدين بإذن الله، كما قال الرسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أعود لحلقة الليلة ونحن نتحدث في موضوعات كثيرة جدا تخص الأمن القومي المصري، وكان القرار الجمهوري اللي صدر بتحديد المناطق المتخمة للحدود المصرية، أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بشأن تحديد المناطق المتخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها بهدف تأمين الحدود، تأمين الحدود والحفاظ على الأمن القومي المصري، وغيرها من الموضوعات هنناقشها الليلة مع ضيفنا الكريم السيد العميد أركان حرب ومهندس عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المشاهدين، هنسهرهم النهاردة شوية بس يستحملوه. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. عاوزين نفسر للمواطن المصري الكريم من خلال شاشة القناة الأولى والتلفزيون المصري معنى هذا القرار، ولماذا صدر الآن بالتحديد؟ لما نقول المناطق في الأول، نقول المناطق المتخمة للحدود، يعني يا فندم؟ أنا قبل ما أبدأ بتعريف المناطق المتخمة للحدود، تعليقا على ما ذكرته في البداية سيادتك، عايز أقول إن المقاتل المصري طول عمره والعقيدة القتالية المصرية عندنا راسخة جوانا بتقول ان احنا ما نقتلش حد من ابناء مصر. صحيح. نحن نقاتل الاعداء،
من يتعدون على أمن الوطن، ده اللي بنقتل الغرباء وليس أبناء البلد. صحيح، دي العقيدة الراسخة جوانا وثبتت يا فندم. ثبتت الحمد لله. الجزء الثاني نيجي لموضوع المتاخمة. المتاخمة بالتعريف البسيط هي الملاصقة، الملاصقة للحدود. عندي حدود في اتجاه الشمالي، اتجاه الجنوبي، اتجاه الشرقي، اتجاه الغربي. الحدود دي المناطق الملاصقة ليها مباشرة داخل حدود جمهورية مصر العربية اسمها المناطق المتاخمة، وده القرار اللي صدر بالأمس. تمام، ندي أمثلة يا فندم. مثال المنطقة المتاخمة، ناخد الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي اللي هو المنطقة اللي موجودة من رفح وحتى طابة. تمام، الحدود الدولية ما بيننا وما بين قطاع غزة والدولة الفلسطينية. كل ما هو يسار الخط الحدود الدولية أو غرب الحدود، غرب خط الحدود الدولية ده بمسافة 5 كيلو، ده ينطبق عليه القرار. ده تحت مسؤولية القوات المسلحة المصرية، هي المسؤولة عن تأمينه، هي المسؤولة عن حمايته. ليه؟ لأسباب عديدة هنتطرق ليها أثناء عرضنا للحلقة إن شاء الله. ده المثال الأولاني اللي طبعا حضرتك عارف. اولا نيجي سبب اصدار هذا القرار ايه، او هذا قبل ما نقول سبب اصدار هذا القرار يا فندم، في نقطه برضه عايزين نفسرها. ويستثنى من هذا القرار المنافذ الحدوديه على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه وكذا مدن السلوم وسيدي براني وسيوه وحلايب ومدينه رفح عدا 5 كيلومترات غرب خط الحدود الدوليه. يعني يستثنى، ومين هم اللي لهم الحق التواجد في المكان ده في الاماكن دي؟ الاربع عناصر بس اللي لهم الحق في التواجد دول، منهم واحد اللي هو اهالي سكان مطروح، اهالي سكان مطروح تحديدا، واللي هم الاصليين اللي هم ساكنين اعتبارا من 5 يوليو سنه 67، ده طبقا لمنطوق القرار. تمام، دول اهالي البلد الاصليين وليهم الحق انهم يتحركوا في محافظه مطروح ذهابا وايابا، ذهابا وايابا دونما اي تصريح، اللي هي سيدي براني والسلوم عدا منطقه الهضبه بالنسبه للسلوم. الباقي في بحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد، الثلاث محافظات دول فيما يخصهم من اراضي متاخمه للحدود. الاهالي المحافظات الثلاثه دول ليهم الحق ان هم يتحركوا في، بس الاصليين اللي هم كانوا موجودين في هذه المناطق اعتبارا من 1/1 سنه 87. تمام، يبقى اذا دول الجزئيتين اللي هم ليهم اصل. فاضل لنا 2 تاني. الجزء الثالث اللي هم جميع العناصر الامنيه اللي داخل جمهوريه مصر العربيه، سواء بتطلع في مهام في هذه المنطقه بس يكون عناصر امنيه من جمهوريه مصر العربيه. تمام، بياخدوا تصريح من هيئه عمليات يوضح ان هم جايين لمده معينه، هيئه عمليات القوات المسلحه، وذلك للتاكيد على تواجدهم، السبب اللي هو المده المحدده فيه. تمام، ده اللي بيسمح لهم بالتواجد في هذه المناطق. غير بقي لنا الجزء الاخير اللي هم الاجانب والمصريين غير المقيمين. ايوه، وعايزين يتواجدوا لاي اعمال او لاي سبب، لازم يصدروا تصريح من هيئه عمليات القوات المسلحه اسوه بما تم للعناصر الاخرى، ويتواجدوا في المكان للمده المحدده، ويسمح لهم بالتواجد في هذه المكان. طيب، دول الاربعه. نفترض ان حد من العناصر سواء الاجنبيه او من غير المقيمين دخل او حاول يدخل من غير تصريح من هيئه عمليات القوات المسلحه، كيف يتم التعامل؟ يحاكم عسكريا طبقا للقرار. القوات المسلحه هي المسؤوله عن هذا المكان طبقا للقرار الجمهوري. كده هيخليني اجل السؤال اللي هقوله لحضرتك دلوقتي اللي احنا اجلناه، ايه السبب في اصدار هذا القرار الان؟ مع القوات المسلحه متواجده، ليه قرار بهذه الكيفيه بهذا الحسم في هذا الوقت بالذات؟ ارجع تاني للمتحدث الرسمي لرئيسه الجمهوريه السفير علاء يوسف، في توضيحه قال ان سبق صدور عدة قرارات جمهورية لتأمين المناطق الحدودية، اخرها كان القرار 204 لسنة 2010، وده كان صدر ارتباطا بحالة الطوارئ وقانون الطوارئ. صحيح، وطبعا قانون الطوارئ انتهى، الشعب المصري استفتى على دستور جديد، يجب ان يجدد القرار، لان اللي يتواجد في المكان ده بدون سند شرعي او سند قانوني مرتبط بهذا الموضوع، اذا يبقى له حق انه يطعن على محاكمته عسكريا، فيبقى لازم نجدد، خصوصا في ظل التحديات اللي بتجابه الدولة من جميع من كافة حدودها. فلكن لازم يستصدر قرار جديد يتوافق مع المناسبة او يتوافق مع الحدث اللي احنا عايشين فيه. تمام كده؟ تمام. الدستور المصري
بيخول القوات المسلحه الماده 200 تحديدا، وانا جايبه معايا اهو الماده 200، وبتقول ايه بقى؟ القوات المسلحه ملك الشعب، مهمتها حمايه البلاد والحفاظ على امنها وسلامه اراضيها. ده من حيث الماده. تمام. يبقى المسؤوله القوات المسلحه عن حمايه الاراضي والحفاظ على الامن. هي. والمسؤول عن الامن القومي المصري هي القوات المسلحه بالتعاون مع العناصر الامنيه الاخرى. تمام. يبقى اذا هي ده دورها حينما يصدر القرار ويخول القوات المسلحه السلطه، ففي هذه الحاله هي المنوطه بالتعامل مع الخارجين على القانون اللي يتواجدوا في مثل هذا المكان. تمام. طبعا حضرتك عارف القرار صدر لسببين، السبب الاول ان هو الاستناد خصوصا بعد الدستور الجديد ما صدر. السبب الثاني المناطق الحدوديه يا فندم هي كانت السبب في الاحداث الاخيره اللي شابتها، سواء حدثت في سيناء او بتحدث في داخل الجمهوريه بصفه عامه. طيب شايفين حضرتك الاتجاه الغربي والانهيار الليبي في دوله ليبيا، عدم السيطره على الامن من الاتجاه الليبي، فانا لازم امن حدودي. صحيح. فبالتالي لازم اخد القرار اللي يتناسب مع تامين، خصوصا القوات المسلحه رئيس الجمهوريه قال ايه؟ قال احنا في حرب وجود، وفعلا احنا في حرب وجود. في دعم خارجي بيصل الى الخارجين عن القانون في خارج الدوله، ويتواصلوا مع بعض العناصر من تيار الاسلام السياسي اللي بتجابه الدوله وتسعى لهدمها لتحقيق مكاسب خاويه وهاويه بالتبعيه. بيخشوا منين؟ سواء السلاح او الذخيره اللي بيتعاملوا بيها مع الدوله في اطار هدم الدوله، بتخش من هذه المسارب، سواء الموجوده على الحدود الغربيه الليبيه او الموجوده في خلال الانفاق، اللي طبعا نتيجه الضربات المتلاحقه الامنيه اللي حدثت في سيناء وتكثيف المنابع بالقضاء على المنطقه الحدوديه اللي موجوده في الشريط الاولاني 500 متر اللي تم انتهاء من تدميرها، تدمير المنازل اللي هم تقريبا في حدود 672 منزل، بالاضافه ان في 122 كان تم هدمهم سابقا اللي تواجد فيهم انفاق او ازالتهم، فده كان خلاص انتهينا من هذه المنطقه، قدرنا نجفف المنابع في المنطقه بنسبه كبيره جدا. صحيح. في المنطقه الحدوديه اللي ما بيننا وما بين قطاع غزه. صحيح. يمكن في هذا الصدد يا فندم كان في تصريح للسيد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، بيقول انه تم الانتهاء من اخلاء الشريط الحدودي برفح، وان صرف التعويضات تمت ايضا، والمناطق او العدد المنازل 680 منزل بخلاف 122 منزل سابق، باجمالي 802 منزل، وتم تعويض او صرف تعويضات ل 290 اسره باجمالي 97 مليون جنيه. تمام. يعني ده يعني ده ارتباطا بالحضرتك بما ذكرته لسيادتك حاليا، اذا احنا في ضربات استباقيه. خد بال سيادتك اللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت دي من عدم تواجد للعناصر الارهابيه بالصوره اللي كانوا متخيلين اللي روجوا لها اعلاميا، لان ده انحصر خلاص مصادر ظاهره صوتيه. ظاهره صوتيه، لان مصادر التمويل ما اتخفت، مصادر التمويل اندثرت خالص، فبالتبعيه ما فيش، هتلاقي تواجد الوجود مش موجود على الارض، ما فيش عناصر موجوده على الارض، فده يؤكد الضربات الامنيه المتلاحقه والضربات الاستباقيه اللي كانت تمت. العناصر الامنيه اللي موجوده في الشارع من القوات المسلحه والشرطه ابتدت فعلا تسيطر على الامن الداخلي، والامن والطاقه الاثنين دول هم السبيل للاستثمار والرفاهيه. صحيح. راس المال جبان، لو ما فيش امن يبقى مش هيجي لك، لو امن راس المال محتاج الطاقه عشان يكمل بيها، ودي ده نتيجه اللي بيمشي فيه اللي بتمشي فيه السياسه المصريه او الدوله المصريه حاليا بكافه ادواتها وكافه وزاراتها للوصول الى ايه؟ القضاء على التحديات اللي بتجابه الدوله للوصول الى الرفاهيه. تمام. يعني نقدر نقول ان الاوضاع في سيناء دلوقتي من وجهه النظر بقى العسكريه او الاستراتيجيه مطمئنه الى حد كبير، إلى بعد اخلاء الشريط كبير جدا ان شاء الله. وما دعوناش للتراخي، ولكن القرار اللي صدر مؤخرا يا فندم بتاع السيد رئيس الجمهوريه اللي احنا كنا بصدده النهارده لشرحه وتوضيحه، ده بيؤكد على ان القوات المسلحه هي المسؤوله الرئيسيه في طبقا للدستور انها المسؤوله عن حمايه الامن وسلامه الاراضي. تمام. يمكن يا فندم ياتي هذا القرار في هذا الوقت بالتحديد لحماية الأمن القومي المصري لطبيعة الصراعات الموجودة حوالين مصر. لو بصينا لكل الدول اللي حوالينا نلاقيها ملتهبة، كتل ملتهبة، كل الدول. والمستقرة بفضل الله عز وجل هي مصر. مصر حاميها ربنا إن شاء الله. بفضل جيشها وشرطتها ودعم الشعب في ظهر الجيش وشرطته. كلمني شوية حضرتك عن الأمن القومي المصري وامتداداته اللي هي لا تتوقف عند الحدود المباشرة، ولكن ما وراء هذه الحدود.
تمام. الامن القومي المصري ليه دواير وليه ليه نطاقات يعني وليه ابعاد. صحيح. لو اتخذنا لو بصينا للحدود اللي حوالينا بالنسبه للبعد الامن المباشر او البعد النطاق الامن المباشر بالنسبه لنا اللي هي الحدود الجوار. أيوة. ليبيا من الغرب، السودان من الجنوب، الشمال الشرقي موجود فيه حضرتك الاتجاه بتاع تنظيم حماس اللي موجود او فصيل حماس اللي موجود في قطاع غزه، وده يعتبر معاكس تماما للامن القومي المصري. دي تحديات المستوى البسيط. ناتي الى المستوى الحزام الامن الاقليمي اللي يتبعه، يعني خدنا المباشر الاقليمي بعد كده اللي هو الدول العربيه ودول حوض النيل، ثم ناتي بعد ذلك الى حزام الامن الاقليمي يتمثل في ثلاث دول رئيسيه، تركيا في الشمال، ايران في الشمال الشرقي او في الشرق، الجنوب في اثيوبيا. ادي الثلاث دول اللي بيشكلوا الحزام الامن الاقليمي. بيجي بقى نطاق امن دول كبرى اللي بتتمثل في دول اوروبا بصفه عامه ودول العالم كله عدا امريكا، ودول العظمى الاخيره اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. كل الثلاث النطاقات دي كلها بيؤثر على الامن القومي المصري زي ما وصفته لسيادتك كده. لو خدنا اتجاه دولي اللي هي الدول بصفه عامه بالاضافه اللي هي دول اوروبا بصفه عامه وامريكا، بتؤثر على الامن القومي المصري لتحقيق مصالح واهداف خاصه بامريكا. قد تكون من حيث المبدا امن اسرائيل مصالحها في الشرق الاوسط، المنافس او يعني نقول ايه البترول، الاسواق اللي موجوده لترويج السلع والبضائع بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، لترويج السلاح ايضا بتحديد او باستهداف او بزرع بعض المشاكل او بايجاد الذرائع لايجاد مشاكل لكي تستثمر اسلحتها، تستثمر تواجدها فيما يعود بالمصلحه عليها هي كدوله. صحيح. كامريكا، وبالتبعيه الغرب الموالي لامريكا، بالاضافه للمنظمات بعض المنظمات الاقليميه والدوليه المواليه والتي تعمل لصالح امريكا الولايات المتحده الامريكيه. يبقى كده خدناها سواء نطاقات او سواء ناخد الابعاد. ابعاد عندي البعد الافريقي، البعد النيلي، البعد الاسلامي، البعد القبطي، ثم البعد الداخلي، 5+1. صحيح. فبالتالي احنا حددناها كده ابعاد، كل دي دواير سواء. صحيح. كانت نطاقات او ابعاد بتؤثر فعلا على الامن القومي المصري. دواير اهتمام بالنسبه للامن القومي المصري، دواير اهتمام ونطاقات اهتمام. صحيح. وابعاد على تؤثر. يمكن في سياق كلام حضرتك ذكرت الغرب، يعني انا بقصد بتحديد الاتحاد الاوروبي هو واحد من القوى الفاعله في العالم. اذا قلنا القوى الفاعله في العالم امريكا وروسيا والصين، الاتحاد الاوروبي بياتي معاهم. الاتحاد الاوروبي يمكن قربه من مصر بيجعل ليه خصوصية، يمكن عاوز أربطه ده بالزيارة الأخيرة للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزيارة لإيطاليا مرورة بالفاتيكان انتهاء بفرنسا، توقيع العديد من الاتفاقيات. إذن لا يعني الكلام اللي احنا بنقوله إن في بعد الأمن القومي المصري هو موجود وبيطبق، يعني عينينا على إيطاليا وفرنسا، ودول دولتين مهمين جدا حتى في التعاون العسكري، لنا تاريخ معاهم. قبليها كان اللقاء السيد الرئيس مع رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، فده بيؤكد الكلام ان احنا عينينا على بعد الامن القومي المصري اللي هو لا يتوقف عند الحدود المباشره. ده اكيد. حضرتك لو نرجع بس بالذاكره لنهايه شهر 6 حينما اقسم السيد رئيس الجمهوريه على أقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن يحترم الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على استقلال ووحدة استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. رفاهية الشعب المصري بتتأتى من ما يفعله هذا في هذا التوقيت. أما يصل إلى إيطاليا لبحث عن رفاهية المواطن المصري والبعد والتأثير على كل ما يؤثر على الأمن القومي المصري، يذهب إلى فرنسا، يعقد العديد من الاتفاقات في كافة المجالات، المجال العسكري، المجال الأمني، المجال الغذائي، المجال الاجتماعي، المجال الصناعي، مجالات عديدة وعدة. حينما يجتمع بالمستثمرين، حينما يجتمع بعناصر السياحة، كل ده استهدافا لزيادة الدخل القومي المصري، للبحث عن رفاهية المواطن المصري، للتأكيد على الهدف الذي أقسم عليه في البداية منذ أن أقسم على اليمين القسم اللي أقسم عليه، وهو يتابع تنفيذه بكل دقة وبكل حزم وحسم. القرار اللي صدر اللي احنا بصدده النهاردة ده في إطار حماية الأراضي
وحده الوطن واستقلاله وسلامه اراضيه. ده في اطاره حتى صحيح. هذا في اطاره انه بيحافظ عليه، واوكل للاليه اللي تنفذ هذا الكلام اللي هي القوات المسلحه انها هي المعنيه بالحدود الخارجيه للبلاد. حدد القرار، حدد جمهوريه مصر العربيه من كافه الاجناب من كافه الاتجاهات الاستراتيجيه بكلها بمسافات او بنقول بمساحات من الاراضي متاخمه للحدود وملاصقه للحدود كي تستطيع السيطره على كل اعمال التهريب التي تتسلل من خلال المسارب ومش على الطرق الرئيسيه. ده في كمان اضافه للموضوع ده سيادتك، وذكر بعض الطرق ايضا. لاحظنا في الفتره الاخرانيه ان مركبات القوات المسلحه وخصوصا اللي من رفح للعريش بتستهدف على الطرق المسار. تعرف حضرتك ان بعض الطرق دي في القرار اللي صدر في هناك العديد من الطرق، انا ممكن اذكرها لسيادتك. يا ريت. عندي طريق سيوة الواحات ضرب الاربعين وما حاوله، العريش رفح، والعريش رفح ليه؟ العريش رفح كانت حضرتك كانت بتستهدف مركبات القوات المسلحه بوضع عبوات على الطريق. صحيح. ادى امان، مسافه امان 50 متر يسار ويمين الطريق. كطبان المسافه دي 50 متر، ال 50 متر دي لتاكيد على ان اي تواجد في هذا الحرم يعتبر تعدي على القوات المسلحه، ومن يضبط في هذا المكان ياتي بعمل سواء سلمي او غير سلمي يحاسب ويحكم عسكريا. ده تبقى للقرار اللي صدر. يعني تم اضافه كمان بعض الطرق، بعض الطرق الرئيسيه اللي هي اتجاه التحرك بتاع المسارب اللي جايه سواء من الطريق الدولي كله من مرسى مطروح لغايه، محدش تواجد الا بتصريح. الا بتصريح اللي جاي من دمياط ومارر حتى يصل الى العريش، لان دي مسارب اماكن التهريب اللي بتصل الى سواء للدلتا او للصعيد او لسينا او يعني اللي بيجي من واحد غغبوب في ليبيا بيمر بسينا ثم الوادي الجديد ثم يصل الى بني سويف او الفيوم او الجيزه، يتجه اما شرقا في اتجاه السويس والاسماعيليه او يتجه جنوبا في اتجاه الصعيد، يعبر الى الجبال اللي موجوده على البحر الاحمر، يصل الى بعض المراسي او بعض الجزر الصغيره اللي موجوده في البحر الاحمر الى ان يعبر الى سيناء مره اخرى. كل الطرق دي تم اضافتها فين؟ في القرار، لسبب عشان نتاكد من عدم الطرق دي اللي يتعامل عليها او يتعدى عليها كتعديات يبقى بيتعدى على املاك قوات مسلحه او على امن قومي للدوله. ده 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 شيء مهم جدا، وانا سعيد جدا ان تم اضافه بعض الطرق، لان فعلا المتابع يجد ان تم استهداف العديد من مركبات الجيش والشرطه المره على هذه الطرق، فاعتقد ان هذا القرار بيضبط العمليه الامنيه وفيها حسم. تم تحزيم الجمهوريه بالكامل الحدود بالكامل بحزام لمجابهه هذه التحديات. هذا الحزام كان لمجابهه التحديات والقضاء عليها، وده في اطار القضاء على الارهاب، في اطار القضاء على فكره هدم الدوله المصريه، وفي اطار الحفاظ على الامن القومي المصري. صحيح. وده شيء مهم جدا، وعشان كده يعني بنبعت رساله لبعض المستغلين او المضللين. اما المستغل والمضلل اللي بيضللهم فما فيش امل منه ان هو ده خلاص يعني مفقود الامل انساق فيه. لكن المستغل والمضلل زي ما قال سيدنا العارف بالله الشيخ الشعراوي هو دول اللي احنا بنخاطبهم، يعني لا تنساق وراء اوهام، لا تنساق وراء يعني سموم بتبثها بعض القنوات المعاديه لمصر، سموم مباشره، بعض الافكار الخاطئه. يعني فكر واعمل عقلك واستفتي قلبك قبل ما تعمل اي حاجه. يعني انا بخاطب الشباب اللي نزلوا امبارح ميدان التحرير وندست وسطيهم عناصر مخربه، ليه؟ احنا عاوزين نبني ولا عاوزين نهدم؟ هو يجب ان يعي الشباب جزئيه اهم. انا عايز اقول لهم بس انظر حولك، انظر حولك. صحيح. الدول اللي حواليك، كان في اعلان في التلفزيون زمان بيقول انظر حولك، بس كان ده مرتبط بتحديد الناس. صحيح. انا بقول له دلوقتي مرتبط بايه؟ الدول الخارجيه اللي حواليك. في جيش غير الجيش المصري موجود معاك. صحيح. في دوله غير الدوله المصريه اللي قايمه بذاتها، وبتبتدي يعني تتحرك في وسبات عاليه. صحيح. في اتجاه الرفاهيه والتقدم لصالحك. المشروعات العملاقه اللي بتتم دي لصالح مين؟ الاجيال الكبيره مش هتجني منها، حضرتك ليك انت يا شباب، انت اللي جاي، فانت اللي هتشيل، انت اللي هتستخدم، انت اللي هتعمل. ابنائك الاجيال اللي بعد كده هي اللي هتشيل، هي اللي هتستفتح، هي اللي هتستفيد من هذا الكلام. فاذا احنا بنتعب سنه سنتين ثلاثه اربعه، في النهايه سنصل في النهايه بامر الله الى
رفاهية فعلا، وده المستهدف للشعب المصري أن يستقر. مصر دولة عظمى ليست دولة صغرى، مصر تتمتع بالعديد من الامتيازات. صحيح. مصر أحسن مناخ، مركز العالم، مركز العالم فعلا، مركز العالم، قلب العالم النابض. صحيح. جميع الطرق بتمر من خلال مصر، جميع الطرق العالمية، قناة السويس والمشروع الجديد ده الشعب متوافق معاه، الشعب كله. انا بقول لسيادتك ال 64 مليار دول ما جوش من فراغ. صحيح. دي محبه، محبه، وعارفين ان الدوله في اطارها سعيد، وثقه في القياده السياسيه. صحيح. ده ثقه استفتاء. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، اللي حصل بقى يوم الجمعه بالليل في ميدان التحرير ده استفتاء جديد على القياده السياسيه. اللي حصل يوم الجمعه بالليل هو خروج الالاف الى ميدان التحرير للاحتفال بالقضاء على ما يسمى بعناصر التيار الاسلامي السياسي المتاخونين الارهابيين، ده في حد ذاته كان استفتاء على الاداره، على القرار السياسي المصري. صحيح. وعلى القياده السياسيه المصريه وعلى الدوله المصريه، بيساعدوا وبيساهموا في بعض العناصر المغيبه. أيوه. المغرر بيها، المضحوك عليها، المضلله. الناس دي فعلا بقول لهم انظر حولك، شوف الدول اللي حواليك، فعلا راعي 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 اهلك والاب والام المسؤولين لابنهم بيطلع يعمل الكلام ده، وعوه فعلا. انتوا اللي شايفين اكتر منه، اللي بيتعمل ده لصالحه هو، مش لصالح حد تاني، لا لصالحه ولا لصالحك، هو لصالح الاجيال اللي جايه. هي الاجيال اللي جايه اللي هتستمتع بالرخاء ده ان شاء الله. احنا فعلا في اطار الصح، احنا ماشيين في اطار نقول الرفاهيه فعلا، لكي نصل بالمواطن المصري للرفاهيه، جوده الحياه فعلا، جوده الحياه من حقه. بدانا فعلا بدانا ناخد خطوات فعلا حسيسه في اتجاه التقدم. هذه الخطوات فعلا بتؤتي ثمارها، وان شاء الله هيستشعرها المواطن عن قريب، وبدا يستشعر فعلا في بعض الاعمال الكثيره والمتعدده في الدوله هنا حسيناها. في وزير تموين نشط بيعمل شغل كويس، في المواطن فعلا ابتدى يستشعر، مفيش ازمات. الكهرباء الحمد لله، الطاقه الحمد لله، عناصر كده بنتعداها. في بعض العراقيل والتحديات اللي مستهدفه عشان تعرقل التقدم ده لازم نجابه، لازم نعرقل، شيء طبيعي، لان في تيار مناهض للدوله المصريه. صحيح. داخل الدوله المصريه. صحيح. انت بتساعده يا مغيب، انت بتساعده في كده، انت بتساهم في ان هو يحقق هدفه ان الدوله تسقط، وده ممول، ده مدفوع له. صحيح. ده هو بياخد اجر ويطلعك انت تموت في، وهو اللي بيقتلك، هو اللي بيستهدفك وبيقتلك. صحيح. انا لسه شايف فيديوهات النهارده لاستهداف بعض العناصر اثناء المسيرات، اثناء المظاهرات، يقتله ويسلم السلاح للي جنبه في بس في ظل مركبه معديه عسكريه. والفيديو ده متواجد على كذا مقاطع الفيديو على اليوتيوب، وعلى وحصلت قبل كده في حدث كثيره، الشيخ عفت والدول مثلا، على الشيخ عفت وما شابه، عدد عناصر كتير. يعني اذا انت يا مواطن مستهدف، ما يضحكش عليك وتنزل وتقتل. ده بيستهدف الحسيني، الحسين ابو ضيف، قدام الاتحاديه، يعني كتير امثله عديده ومتعدده. ويتم الاستهداف بالانتقاء، مش اي حد بيتضرب. المؤثر، المؤثر. صحيح. المؤثر اللي يقول، اللي يقول ايه، ما انا بستهدف ده عشان ده اللي هيعايز يسمع. لما بيستهدف واحد من اطفال الشوارع مش هيسمع معايا قوي، لكن لما استهدف شيخ من الازهر، او استهدف صحفي من الصحفيين. صحيح. او استهدف ضابط قوات مسلحه او ضابط شرطه للسوشيال، او امبارح يوم الجمعه صباحا. صحيح. ده ايه، ما الداعي؟ ده هو العسكري بتاعه. صحيح. في رايحين يطمنوا على القوات اللي موجوده في الشارع، يستهدفوهم عناصر زي كده. طب ده كلام ليه؟ من اصلحة مين؟ انت بتقتل واحد بدون سبب ليه؟ واللي بينزلوا يعملوا مظاهرات ما بيلتفتوش لان في شهيد من الشرطه او من الجيش وقع. لا 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 لا، لا يعني أبدا. بيتباكى على اشياء اخرى، ولكن ده لشيء جوش ما مش يعني على 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 مقوله حضرتك اللي قلتها من شويه، انظر حولك. انا هستخدم هذا التعبير واقول له انظر حولك، او انظر على موقع التواصل الاجتماعي وصوره شهيره للرئيس الامريكي اوباما وهو ينحني اجلالا وتوقيرا واحتراما أمام بيادة جندي أمريكي مات في حرب العراق، وهي حرب غير شريفة. أكيد. كلنا الجيش المصري زالي. بيحارب الإرهاب في مصر وفي سيناء حرب شريفة، لأنه جيش شريف. عندما ينحني رئيس الولايات المتحدة أمام الجزمة العسكرية التي يطلق عليها بيادة كده رئيس الأمريكي، وهي بيادة جندي مش هنقول السوشي طبعا مات في العراق. إحنا هنا بنطلع امبارح في ميدان التحرير عشان نهتف ضد الجيش والشرطه، يبقى احنا مغيبين، ولا في بعض العناصر الماجوره، ولا في بعض العناصر العميله، ولا ايه بالظبط؟ اكيد اكيد في عناصر ماجوره، في عناصر عميله تستهدف هدم الدوله، عناصر مموله من دول تستهدف هدم مصر، خصوصا بعد 30/6. الاراده الشعبيه المصريه كانت قويه في 30/6 طبعا.
غيرت استراتيجيات كتير على المستوى العالمي، قلبت الموازين. على المستوى العالمي ضربت امريكا، على المستوى الاقليمي ضربت روسيا، ضربت اسف تركيا وقطر وايران واسرائيل، لان اسرائيل صاحبه مصلحه في النهايه في مصر. اسرائيل بتتفرج، اسرائيل بتتفرج على ما يحدث. احنا بنحقق لها يا مغيب، انت بتحقق لاسرائيل اللي قتلت اخوك وابنك وقريبك او عمك وخالك، هي انت بتحقق لها اللي هي عايزاه دونما ان تدفع لها لا عن قريب ولا عن بعيد. صحيح. فاحنا مش عايزين كده، احنا نبص شويه، نراعي ربنا في دولتنا، نراعي ربنا في مصر. مصر كبيره وعظيمه. صحيح. وان شاء الله مصر محميه، ان شاء الله مصر محميه بامر الله. يعني برضو تعليقا على بعض السموم التي تبث من خلال وسائل الاعلام المختلفه، وللاسف هي وسائل يعني نقول الاعلام مقروء ومسموع ومرئي عبر بعض اللي اخترقوا هذه المؤسسات. انا عاوز اقول لهم عباره قالها وعاوز تعليق حضرتك عليها، السياسي البريطاني المخضرم تشرشل لما قال عندما تصمت النسور تتحدث الببغاوات. الببغاوات فاحنا عاوزين الببغاوات دي ولا البغبغوات ولا البغبغانات تخرس وتصمت. ليه بقى؟ عندما تتحدث النسور عاوزين الاصوات العاقله، الاصوات الوطنيه، الاصوات اللي بتحب البلد، هي اللي تبان وهي اللي تتكلم وهي اللي تشتغل. والعناصر التانية هي اكيد هتخرس وتتوارى لانها عناصر جبانة ولا تعمل الا في صمت الاقوياء. انا عايز اقول لسيادتك على حاجة بسيطة جدا. الاعلام عامل مؤثر، مؤثر جدا على الامن القومي المصري، عامل مؤثر جدا وقوي على الامن القومي المصري. المواطن البسيط هو بيستقي معلومته من خلال وسائل الاعلام. ان ما كانش بيتخش على الفيس وبيخش على التويتر ويشوف او بيقرا جرايد، بيتفرج على التلفزيون او بيستمع للراديو. فما كانش اللي موجود على مستوى الحدث ما فيش داعي منه. كفايه بقى يعني الاعلام يشوف دوره صح، يفعل فعلا ويشير للايجابيات اللي بتعملها الدوله. الدوله بتعمل ايجابيات كتير، بتعمل ايجابيات كتير، حجم مشروعات عملاقه كبير وعديد وفي كافه الاتجاهات، على كافه المسارح، على كافه الاصعده، مشروعات عملاقه كبيره فعلا بتدار وبتنفذ وبدانا في العديد منها كدوله. نسلط عليها الضوء. اكيد في سلبيات، انا ما عنديش مشكله ننقدها، نقدم حلول. النقد الوطني وليس النقد الهدام. يا فندم اقدم حلول، انت ما تنقدش للنقد، لا اقدم حلول. استضفني اقول لك الحل بتاع انت شايف ايه غلط، الكوبايه دي مش مليانه نملاها ازاي، طب قول لنا الحل بتاعها تتملي ازاي، نناقش مع بعض، نحط نعمل جلسه عصف ذهني واحنا قاعدين مين ثلاثة مع حضرتك تستضيفهم يناقشوا قضية سواء تجارية أو اقتصادية عسكرية أمنية أيا كانت القضية دي. فعندنا مشكلة في الإطار ده، تعالوا يا جماعة نتناقش ازاي أسلوب الحل في جلسة عصف ذهن مصغرة. المشاهد يتجاوب معانا ونفتح الاتصالات، تعال خش قول رأيك، شارك قول، يبقى أنا فعلت دورك ونتناقش بإيجابية، نطلع بقى الحلول نطرحها على المسؤولين. المسؤول مش اكيد عنده الاليات اللي تنفذ هذه الحلول. خدنا الحلول، حلنا المشاكل، اذا الدوله فعلا هتطلع، هتتقدم. ده دور الاعلام، ده دور الاعلام البناء الصح، انه يبحث عن الايجابيات ويعظمها ويبحث عن السلبيات وينقدها النقد البناء وليس النقد لمجرد النقد او لمجرد الهدم. ولكن بعض الاعلاميين للاسف في الفتره الاخيره بيستمرئوا او استمرأوا الصوت العالي وإهانة المسؤول. أنا بقول المسؤول مش على رأسه ريشة، ينقد ولكن بأي أسلوب. ولكن بعض السادة الإعلاميين وخاصة طبعا الإعلام الخاص بعضهم وليس الكل طبعا، فيهم ناس محترمة، أما الإعلام المصري فهو إعلام رصين بعيدا عن التهويل أو التهوين. الإعلام الوطني إعلام الدولة، أما هؤلاء الإعلاميين اللي ما ورهمش هم غير بس الفرقة في المجتمع. يعني إيه معنى إعلامي سيادة العميد يعمل 4-5 حلقات بيبحث فيهم على بذور الفتنه في الدين الاسلامي او الدين المسيحي، ويجيب ناس متناقضه تشوه في ده وتشوه في ده، ايه معناها في هذا الوقت؟ اليس هذا اداه من ادوات الجيل الرابع؟ الهدم طبعا، لهدم المجتمعات من الداخل. اليس طبعا الاعلام عندما يستخدم ده الجيل الرابع من الحروب احد ادوات الجيل الرابع؟ ايوه طبعا. نقول لهم ايه؟ لا انا اقول له اتق الله، اتق الله في بلدك، اتق الله في بنتك وابنك اللي طالعين بكره، انت بتدمرهم قبل ما تدمر البلد، دول ولادك. صحيح. دول اهلك، الشعب المصري ده اهلك، انت فين منه؟ راعي ربنا في الكلام ده. في جرت العاده على تشويه الرموز من أيوة. بعض الاعلاميين ايوه بيشوهوا الرموز فعلا. لما يجي مرشح سابق لرئاسه الجمهوريه
ويذكر ان الحديث الشريف ان الجيش المصري او خير اجناد الارض طبعا ده حديث مش ده صحيح، ده شريف وثابت وصحيح. لا قال انه مش صحيح. وانت مرشح رئاسي للشعب المصري، كنت ممكن تبقى رئيس جمهوريه في يوم من الايام، ده هل يجوز؟ لا هو فقد، هو انا يعني اسمح لحضرتك، هو عندما يتحدث مصري ويناقض هذا الحديث فهو منزوع الوطنيه، مفيش وطنيه خالص. طب انت بتكلمني على واحد منزوع الوطنيه انه يتقي الله؟ ده منزوع الوطنيه، ده ما عندوش ضمير. صحيح. الشخصية اللي زي كده اللي تتحدث بافتراء على المواطن المصري وعلى الشعب المصري وهو مصري، ده في تجرع، يجب ان تسحب عنه الجنسية، ده تجرع على الدين كمان. لا اله الا الله. انا مش هتدخل في الجزئية الدينية دي، انا عايز اقول حاجة تانية. كتير قوي كتير قوي من بعض الاعلاميين اللي سيادتك ذكرتهم دلوقتي معروفين بالاسم، والناس خلاص كشفت الغمامة من على عينيها ووقعت اللسام والقناع وخلاص اتكشفوا. انا عايز اوجه لهم رسالة، اتقوا الله لا اكثر لا اقل، اتقوا الله في مصر. الكلمة امانة، في كلمة بتدخل الجنة وكلمة اخرى تدخل النار. اكيد اكيد، ربنا يعني يتولانا برحمته ان شاء الله. طيب عاوز انتقل معاك لنقطة اخرى وملف هام جدا، وهو فضل. ملف الشباب في مصر. ايوه فهمت. شباب عندنا، شباب واعد وشباب جميل، ويعني اتيحت لي او الوقت الحالي اتاح لي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بشكل يمكن افتقدتها او افتقدتها الاجيال اللي كانت أكيد. بتسبقه. أكيد. كيفية مخاطبة هؤلاء الشباب، وخاصة ان احنا البيت معلش لظروف الحياة قل الاهتمام بالتربية الاسرية او التنشئة الاسرية اللي كانت بتكمل الدور المدرسي اللي برضو عليه كلام كتير جدا، وتغيير المناهج، وحتى الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، التربية قبل التعليم. استراتيجية التعامل مع هؤلاء الشباب من وجهة المنظور الاستراتيجي عايز تقول عليها. انا عايز اقول للشباب حاجة واحدة بس وبسيطة جدا. حضرتك دلوقتي عايز دور، طب ايه مؤهلاتك؟ انت ايه المؤهلات؟ صحيح. خد مؤهلات، اكتسب خبرة، عندك مجلس الشعب جاي، عندك المجالس المحلية جاي، اطلع في وسط اهلك ورشح نفسك واحصل على مقعد في مجلس الشعب او في مجلس المحلي. فاذا في هذه الحالة انت ايه؟ اكتسبت ثقة على الاقل المحيطين بيك، لانك انت انتخبوك، فانت ليك ثقل وانت مؤهل. في هذه الحالة تشغل منصب قيادي. اصل الشباب بيقولوا احنا فين من المناصب القيادية؟ صحيح. اثبت حال، اثبت نفسك، احنا اتعلم، اكتسب خبرة. ما لازم الاول الخبرة، الخبرة صحيح. دي انت كيف تتأتى هذه الخبرة؟ الاول في ثقة من الشعب اللي حواليا، من اهلي، من منطقتي، من حي، من محافظتي، من دايرتي، اللي سواء في انتخابات ايا كانت نوعيات الانتخابات، خش فيها وتفوق وفعلا انجح. طيب. لما اسمح لك سيادة العميد، انا بواسط طبعا حديثي مع حضرتك وبرحب بك مرة تانية في الوقت اللي باقي من البرنامج، وبقول الشباب، كنا نتحدث عن الشباب قبل عناوين الاخبار، بنقول ان لهم فرصة ذهبية في التواجد في الحياة السياسية في الفترة القادمة. الدستور اعطاهم هدية ثمينة جدا، انا بعتبرها اهم من مجلس الشعب، وهي المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة، من بالزبط. القرية مرورا بالمدينة والمركز والقسم انتهاء بمستوى المحافظة. الدستور بيقول 25% بقوة الدستور للشباب، و25% للمرأة، والمرأة هنا ممكن ناخد 10-15% من المرأة للفتيات، الفتيات اللي في سن الشباب. إذن الشباب قدامه 30-35% من نسبة مقاعد المجالس الشعبية المحلية، ودي نسبة كبيرة جدا. ده ما يمنحش انه يتواجد بكوادره اللي هي تصلح، وفي منهم كتير في مجلس الشعب. يعني اسعدني النهارده ان انا احضر بدعوه كريمه تدشين حزب للشباب، مستقبل الوطن كل قوامه من الشباب، في حاجه تفرح. تقول ايه للشباب واحنا داخلين على مرحله مهمه جدا، استحقاق الثالث في خارطه الطريق، بعد كده هندخل بقى ونبص انتخابات المجالس الشعبيه المحليه. الاستحقاق الثالث هو الانتخابات البرلمانيه. صحيح. المطلوب من حضرتك لو انت فعلا تجد في نفسك الكفاءه ان انت فعلا تتقلد هذا المكان او تجلس على هذا المقعد، فانت انزل وخلي ارضيتك اللي في الشارع فعلا تحقق لك اصوات. الناس لو انتخبتك الناس، اهاليك اللي موجوده معاك، اللي شايفاك، القريبه منك، مع مؤهلاتك، مع خبرتك اللي انت اكتسبتها واللي هتكتسبها، لانك انت خد بالك انك هتبقى تشريعي. صحيح. انك انت هتساهم في مواجهه التحديات اللي بتواجه الدوله، انت ليك دور قوي وحاسم يا ايها الشاب. فان فعلا لو قدرت فعلا تحصل على مقعد في مجلس الشعب، فانت كده من الحظوه، انت فعلا وصلت
مش مقعد بقى بالموالسة، لا انا اقصد مقعد بالكفاءة، صحيح، بالخبرة اللي هتكتسبها من تواصلك مع اهاليك وادارتك لشؤون البلاد في هذه المرحلة او في هذا الموقع اللي انت فيه، تشريعاتك، مراقبتك للدولة وللحكومة، دورك الحيوي. بس عشان يوصل للمقعد ده لازم الناس تلتحم من دلوقتي. انا الاحزاب وانا ليه اعتب عليها، بنتكلم اكتر ما نشتغل، ننزل للناس. يا فندم انا بقول لحضرتك حاجه تانية، اللي عندك 100 وشويه حزب، احنا عندنا 100 حزب، طب ما نخلي كل مجموعه احزاب في اطار واحد، في اطار واحد، يعني ذو فكر مثلا يميني يساري ليبرالي مش عارف، يعني الاحزاب طبقا لتصنيفاتها واتجاهاتها السياسيه وايديولوجيتها تتجمع في ايه، في تحت ممر واحد، ويبقى عندي 5 احزاب او 6 احزاب من ال100 حزب دول. صحيح. التجمعات دي لو فعلا هتفرز كفاءات كويسه، هتبقى في منافسه قويه للوصول الى مقعد في مجلس الشعب لمجابهه التحديات مع القياده السياسيه والدوله. صحيح. مش مش للوجاهه ولا لا، للوصول لهذا الغرض. انت التحديات اللي بنقابلها وتقابلها الدوله كتيره جدا. احنا بنحارب فعلا حرب وجود زي ما رئيس الجمهوريه قال، احنا حرب وجود فعلا، فلازم تكون على هذا المستوى وعلى هذا القدر من الكفاءه انك تجابه مع الدوله هذه التحديات. صحيح. تمام كده؟ يبقى ده الاول حاجه، جزئيه خبرتك انت في مجال ما، عندك خبره معينه حصلت عليها على شهادات علميه، مارست بعض الاعمال اللي في داخل الدوله او في داخل الوظيفه الحكوميه او غير الحكوميه اللي انت عايش فيها، جمع كل هذا وساهم في انك انت فعلا تساهم مع الدولة في ان انت تصل بيها الى مطاف الرفاهية. صحيح. ده الرسائل المهمة بالنسبة لي. انا طبعا في يعني في ختام لقائنا مع حضرتك، يعني لو حضرتك كلمة اخيرة، ولكن قبل ما تقول كلمتك الاخيرة قبل ما نختم، عاوز اقول ان واحد سعيد جدا لما بيلاقي في حزب الاحزاب مكون شبابي، ونتمنى انه يزيد، ولكن زي ما قلت النهارده يمكن الواحد متحيز لهذه الفئة السنية الاصغر مننا، واتمنى ان يكون حظهم احسن من حظنا. كنت سعيد جدا بمستقبل الوطن لان قوامه كله من الشباب، اتمنى ان يتواجدوا بكثافة ويكون منهم وجوه في مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية، لان هم دول اللي هيشيلوا الراية ان شاء الله بثقافتهم وبوطنيتهم. احنا محتاجين الشباب الوطني. العميد اركان حرب عادل العمدة، ايه اللي تحب تقوله في نهاية البرنامج وتوجهه لمين؟ انا اوجه الرسالة الاولى للشعب المصري، انا بشكرك جدا يا ابويا ويا امي ويا اخويا ويا اختي ويا اهلي في كل مصر على ثقتكم الغاليه ودعمكم للدوله. وبقول دي للشعب المصري بصفه عامه، للمغيبين فعلا اقول كلمه واحده، انظر حولك وراعي ربنا وراعي ضميرك قبل ما تعمل اي حاجه، وبص لابنك وبنتك قبل ما تخش في اتجاه غلط. ده للمغيبين. الشباب اكتسب الخبره يا الشاب، اطلع حارب في ان انت فعلا تحقق وجودك. صحيح. تحقق وجودك ازاي؟ زي ما اتفقنا، اهل نفسك فعلا، اكتسب الخبرات، هتلاقي لك مكان في الخبرات باذن الله في الاداره. اخر حاجه بقى اتفضل، يعني عايز اوجهها بقى لحضرتك كل الشكر والاستوديو بالكامل، ربنا يخليك، الف شكر يا فندم. السيد العميد اركان حرب، مهندس عادل العمده، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا، شكرا على وقتك وشكرا على تشريفك. العفو. وانا دائما عندما اتحدث الى احد ابناء اكاديميه ناصر العسكريه العليا انحني اجلالا واكراما، لان هذه المؤسسه العلميه العريقه لا يعرف قدرها الا من درس فيها ومن عرك اساتذتها اللي هم على الراس دائما، اساتذه اكاديميه ناصر العسكريه العليا. شكرا يا فندم. انا اللي بشكر سيادتك، واخر حاجه بقولها تحيا مصر. تحيا مصر يا فندم. انا عاوز اقول في نهايه حديثي وحديثي من القلب للسيد رئيس الجمهوريه، لا تسمع لكل مبتز او مزايد وكل هدام وكل من يبث جذور الفتنه في هذا الوطن، لا تسمع سياده الرئيس، وسر في طريقك ونفذ يعني ما هو في مصلحه البلد دون الالتفات الى اي احد. واخيرا بختم لحديث لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يذكر رسول الله يجب ان نصلي ونسلم عليه بافضل ما يكون، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدنا عقبه بن عامر رضي الله عنه سال حضره النبي وقال له يعني من نجا يا رسول الله؟ قال له ايه؟ امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. انا بقول الكلام ده لكل صاحب كلمه، الكلمه امانه، توديك جهنم او توديك الجنه.
حافظ على بلدك وتحلى بالوطنية. أنا بأخاطب اللي فيهم الرمق، أما فاقدي ومنزوع الوطنية فلا أمل فيهم، فقد لفظهم الشعب وكشف عنهم القناع. ما تخافوش على مصر، مصر هتفضل عزيزة قوية آمنة بولادها المخلصين ومكرمة، والله الموفق والمستعان. ما تخافوش على مصر ليه؟ لأن مصر فيها رجالة. تحياتي.